بما ان من جيل التسعينات وقبل اختراع الايبود والام بي 3 والاي تيونز وسبوتيفاي، كان شريط الكاسيت هو الوسيله الوحيده لسماع اغاني مطربك المفضل. شريط الكاسيت ده كان بيجي معاه ورقه عليها البوستر بتاع الالبوم، وفي الظهر بتاعها بيكون فيه اسامي الاغاني ومؤلفينها وملحنينها وموزعينها. وكان دايما السؤال اللي بيشغل بالي وانا طفل، الموزع ده بيعمل ايه؟ وكانت دايما الاجابه اللي في خيالي ان الموزع ده هو الشخص اللي بيوزع شرايط الكاسيت دي على المحلات عشان تتباع. انا عارف ان في كتير منكم كان عبقري زي. دي اغنيه كلنا عارفينها، ده الاوريجينال تراك بتاعها، ودي نفس الاغنيه نفس الكلمات نفس اللحن، لكن اللي مختلف المزيكا. لا 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 لا، خليها لي تركي. لا لا لا، ده احنا داخلين على 2022، خليها لي تكنو يا عم. انا اللي معاك ولو حتى بعد عني في قلبي هوا. اذا الكلمات هي هي، اللحن والجمل اللحنية هي هي، وهنا بيجي دور الموزع الموسيقي، صانع الموسيقى اللي بتحتوي كلمات الشاعر ولحن الملحن وصوت المطرب. الموزع الموسيقي شبيه شوية ببتاع المونتاج في السينما، وشبيه برضو بالهاف ديفندر في خطط الكرة الحديثة. هو المسؤول عن ترتيب وتنسيق كل جوانب المشروع وتجانسها مع بعضها. هو المسؤول عن الأداء ورتم الأداء، ممكن يبطئ الأداء. انت يلي بنظرة صغيرة غيرتي لي حالي، وانا يلي صرت اصلي ان يوم اقدر احكي لك كوسي على بالي. او يسرع الاداء. انت يلي بنظرة صغيرة غيرتي لي حالي، وانا يلي صرت اصلي ان يوم اقدر احكي لك كل شي على بالي. الغلطة منه بجول على طول. هو الصانع الاهم للمحتوى اللي انت بتشوفه او بتسمعه، وهو اللي بيخليك تحب المحتوى ده او تزهق منه وتغيره، بس في نفس الوقت انت مش حاسس بدوره ولا عارفه، ويمكن ولا عارف حتى ايه شغله. الموزع الموسيقي دايما هو الجندي المجهول، وبما ان ده استوديو عاكف فقررنا نبدا اول حلقه من حلقات عباقره الظل او الجنود المجهولين بالموزع الموسيقي المصري العبقري طارق عاكف. طارق عاكف احد اهم موزعين الموسيقى في الوطن العربي حرفيا، لان الراجل ده تقريبا اشتغل مع اغلب جنسيات الموسيقى العربية، المصري واللبناني والسوري والمغربي والتونسي والخليجي. والحلقة دي حقيقة هتفاجئك وهتوريك قد ايه الراجل ده اسعدك واثر فيك باشكال كتير جدا، وانت يمكن لاول مرة تعرف اسمه. سنة 2001 أنغام بتبقى الترند رقم واحد في سوق الكاسيت والفضائيات بسبب أغنية اسمها كان غريب جدا وقتها، بتشحت فيها الوصل من محبوبها وسط موسيقى كلها بهجة وفرح مع ألحان وكلمات مليئة بالشجن والحزن والتمني. والميكس ده قادر يدي طارق عاكف موزع الأغنية دي لقب الموزع الموسيقي الأفضل في الوطن العربي. الأغنية دي بالذات لو ما كانتش اتعملت في رأيي ما كنتش هتقدر تسمع أنغام دلوقتي، لانها بالاغنيه دي قدرت تلحق الجيل الجديد اللي كان لسه بيطلع وكان هيقعدها في البيت زي ما قعد فنانات كتير من جيلها. وبما ان المبدع لا يعتزل يا ابو ناصر، رجع طارق عاكف من الاعتزال عشان ينقذها، ودي ما كانتش اول جايزه ياخدها طارق عاكف من هذا النوع، ولكن قبل الاعتزال حاز على الكثير من الجوائز مقابل اعمال عظيمه جدا مخلده في ذاكرتنا للابد، خصوصا جيل الثمانينات والتسعينات. علي الصوت بالغنى الأغاني ممكنة. اتولد طارق عاكف سنة 1960 ودرس الموسيقى في معهد ليوناردو دافنشي بالقاهرة ومعهد الموسيقى العربية، ولكن في رأيي أهم مرحلة في حياته كانت شغله كعازف كيبورد في فرقة عمار الشريعي، لأنه تأثر جدا بعمار. عمار الله يرحمه
اللي ربنا أخذ منه النظر ولكن اداله الرؤية الفنية. عمار اللي ما كانش بيشوف ولكنه كان بيقدر يعمل موسيقى تصويرية لأفلام ومسلسلات. فاكرين حلقة الراية البيضة؟ عمار كمان كان بيقدر يخلي الموسيقى تحكي قصة الأغنية أو الفيلم أو المسلسل بالموسيقى بس لوحدها، وده اللي كان بيعمله صديقه طارق عاكف. وعشان كده هتلاقي الموقف اللي بياخده جورج وسوف وهو بيقنع حبيبته إن كلام الناس مش هيأثر فيه واضح في أول الأغنية. وبعدين هتلاقي الكمانجات بتطير في الهوا كده بلا معنى وبلا قيمة، وبيرد عليها صدى صوت بيزيدها قلة قيمة كأنها كلام الناس اللي لا بيقدم ولا بيأخر. وساكسفون قمة في الغرور والثقة بالنفس ومع ذلك مثقل بالهموم، وكمان جات بتفضل تواجهه زي كلام الناس. طارق عاكف من الموزعين اللي بيهتموا قوي بالمقدمة الموسيقية لأغانيهم، وفي أغلب الأوقات عنده تريكة كده يدخلك في المود وياخدك على هادي وبعدين يدخل عليك بالبصمة بتاعته، البهجة والزيطة والأفراح اللي بتداري وجع الكلمات واللحن. مثلا دي بداية أغنية لسه الدنيا بخير. لو عملت كات هنا وقلت لك ان دي الاغنيه اللي انت كنت لسه بتسمعها حاليا عمرك ما هتصدقني. انت حبيبي يا حبيبي ولو فاكر انها صدفه فانت غلطان، نفس التركه اتعملت مع منير. رمان خلاص انفرق بك ولا همني، انت اتمديت في الغلط ولا قلت لي ونفس التريكة تاني مع بوديع. اصل العابسي غدار طب وغريب سلالة بطيم برموش الاسمرات. والله ومش بس كده، ده ممكن يوديك بمزيكته الاجمل شاطئ في برشلونة او اليونان. بنغمتين بس وبتغيير ايقاع ينزلك تعاكس واحدة على اول شارع شبرا. الحلوة عيونك عدت شبكة عيني ورمشي من يوم يا اغلى الناس وانا سهران قلبي ما نمشي. عملت قلبان دي مع طلة بصت وبحبك اسمراني في صيف 95، لكن طلعت عدى الليل وغطت على الكل. سيمفونيات شرقية بروح التسعينات قدرنا نسمعها في معظم مقدمات أغانيه اللي كانت غالبا بتنقسم لحوار بين الوتريات واللي يجي معاك بقى ناي، كولة، كيبورد، ترومبت، أكورديون. لاحظ معايا الصراع اللي بين الأكورديون والوتريات، ولاحظ معايا قد إيه الوتريات مخيفة وكلها تحذيرات مضادة لنغمات الأكورديون اللي كلها شوق ولهفة وحنين. وده اللي بنسمعه برضه في الاغنيه من جوه لما بيستبدل صوت الاكورديون بصوت ايهاب توفيق. واقول له يا قلبي لا نمشي ما نسهرش ما نحلمش، وهنا كمان جاب بتستسلم. يقول لي لا 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 استنى عيون، وبتصاحبه وبتمشي معاه. اذا حاله السهر دي غالبا عاكف بيعبر عنها بالاكورديون، ولكن ايهاب كان خواف. واقول له يا قلبي لا نمشي ما نسهرش ما نحلمش، راغب بقى خلاص بقى مغرم بالليل وحالة السهر وبقى هيمان فيها وما عندوش اي مخاوف. مغرم يا ليل يا ليلي مغرم يا ليل بسهر الليل الميل لقمري مغناله وقمري مش واخد باله، احلى القمر محلى جماله بكل ليلة بشوفه جميل جميل. فتعالوا نسمع الاكورديون بتاعه والوتريات بتاعته اللي بقت مجرد مرد بيشجع اللعبة الحلوة.
حرية ودلع ومزاج وصهللة، عكس أكورديون إيهاب اللي نفسه بس خايف. لو كانت الأغنية بتتكلم عن الوحدة وسط الناس فما ينفعش نجيب آلة تانية، فالبطاريات هتقول وترد على نفسها. لو كنت طبيب جراح فهيجيب لك كمانجة كأنها مشرط بيشرح القلب من الحزن. أما بقى إذا كنت بهاء سلطان فلازم أديك مساحتك. وبيدخلوا على إيقاع فاضي. يومين وعدوا يومين وراحوا، بات قلبي ما بين جراحوا. ولكن وتريات طارق عاكف ما بتسكتش، دي البصمة بتاعته في كل أغانيه، عبقري في توزيع الوتريات. فشوف إزاي الوتريات هتخش على استحياء من غير ما تاخد بالك منها، وبعدين في الآخر هي اللي هتسوق. خسران كتير أنا وطفو محد. تاخر بقى شويه عم بهاء. ندمان عليا وفات قلبي يا قلبي ما بيني. خلاص سوق يا طارق. بس اظن كده لو سمعت اي اغنيه وكان موزعها طارق عاكف هتقدر تعرفه من غير ما اي حد يقولك. بكل ما اشتاق اليها روح واسال عليها عليها، كل ما اشتاق اليها يا ليل العشيق للغرام مساكين. يا ليل العشيق اهل الغرام مساكين. ليه يا غرام كلنا مساكين، والله حرام الهوى دايبين. بتونس فيك وانت معايا وتمسكين لحد ما تمكن، وتمسكين لحد ما تمكن. سويتها فيني وخليتني اهواك، اسهرت لي عيني وحرمتني دقياك. كان العشم والله انك تخاف الله، حسبي عليك الله ضيعتني وياك. يا غدار سيبني بحالي بحالي يا غدار، انا مش قد اللي بيقرالي بيقرالي يا غدار. موزع كان له دور بتوزيع معظم الأغاني الخليجية لمعظم نجوم الخليج. جاءنا من جمهورية مصر الشقيقة ليشاركنا أفراحنا، أفراحنا بهلا فبراير، يعلها إن شاء الله تدوم علينا وعليكم دايما. نقدم لكم الموسيقار طارق عاكف. فلما بيجي المطرب يتكلم في برامج عن التيم ورك، فيعني انصح ان هو ما يهدرش الحق الادبي للفنان اللي اتعامل معاه واداله دمه. انا لما بتعامل مع واحد او فنان مطرب معين بديله كل طاقتي. فمثلا بيجي في برنامج بقعد بتفرج عليه فيقول لك الاغنيه نجحت عشان انا عملت كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا، وبينسى اساس الموضوع. يعني اذا هو عايز يتكلم يا يتكلم عن التيم ورك كله يا ما يتكلمش عن التيم ورك. دي نصيحه للفنانين كلهم عموما يعني.